نصف المجتمع وربما مجتمع مكتمل. ذلك أقل ما يمكن قوله أثناء الحديث عن المرأة في محافظة تعز، حيث شكلت ركيزة أساسية بجانب الرجل وسط أوضاع الحرب التي تعيشها البلاد، فكانت غير مكتفية بالأدوار التقليدية كطبيبة أو معلمة، بل ذهبت أبعد من ذلك تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات وتخوض معركة التحرير إلى جوار الرجل بأكثر من صورة. المرأة اليمنية لعبت دور مميزا في الثورة اليمنية، ثورة 11 فبراير، ومنذ القدام كان لها دور أساسي وبارز من انطلاقة الثورة، فقد كانت في مقدمة الصفوف، كانت الطبيبة وكانت المعلمة وما زالت، وكانت الراصدة والحقوقية، ولم ينتهي دورها بل تعدى ذلك. أصبحت المرأة اليمنية ركيزة أساسية في هذا المجتمع، وأصبحت الآن تعد ذات دور بارز ومهم، ونتمنى من الجميع أن يقف مساندا لها في هذا الدور. فالحرب هذه طالت المرأة وطالت جزء أساسي منها، فالمرأة هي أم الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد، وهي الشهيدة بالدرجة الأساسية. المرأة أصبحت شهيدة وهي ترصد الانتهاكات، أصبحت شهيدة وهي تحمي أطفالها، أصبحت مبتورة وهي تسعى للبحث عن قوت أطفالها. رغم الوضع الاقتصادي المادي في تعز، قدموا مبادرات إنسانية بتدريس الطلبة بدون أي مقابل مادي. أيضا في اللي افتتحوا المحلات، افتتحوا الاستوديوهات التصوير، أبدعوا في كل المجالات وليس مجال واحد. الثامنة من شهر مارس، وبينما يحتفل العالم بيوم المرأة تقديرا لنشاطها ونجاحاتها، تحتفل المرأة هنا بطريقة أخرى، حيث ذهبت إلى استعراض الأرقام والإحصاءات للانتهاكات التي مارستها الجماعة الإنقلابية بحقها، لتكشف الأرقام فظاعة ما ارتكبته الميليشيات من استهداف للنساء في هذه المحافظة. المرأة في محافظة تعز قدمت عشرات الشهيدات، ومن ضمنها الشهيدة المناضلة الحقوقية الناشطة ريهام البدر. المرأة في محافظة تعز تعرضت للقصف، تعرضت للانتهاك، منهن مئات الجرحى، مئات المبتورات الأقدام والأيدي. هذه المعاناة التي مرت بها محافظة تعز والنساء اللواتي قدمنا وبذلنا الغالي والرخيص من أجل هذه المحافظة ومن أجل الاستمرارية والاستمرار، من أجل أن تحيا تعز، وفي هذا اليوم بالذات تثبت المرأة للعالم أنها الأقوى، خاصة في محافظة تعز. بدءا بثورة فبراير من العام 2011، مرورا بما تعيشه المحافظة اليوم، سجلت المرأة رصيدا وافرا من الإنجازات ومشوارا حافلا بالعطاء برزت من خلاله برغم الأوضاع المحيطة بها. مسيرة كفاح لا تتوقف قدمت فيه المرأة في تعز صورا شتى للتضحية عبر طريق النضال الطويل، ولا زالت في اليوم العالمي لها تجدد العزم على مواصلة السير حتى تحقق كامل مطالبها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.